ثلاث ثواني سبعة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس، بينما اللي احتل المركز الثاني هملول عبد العزيز بن سلطان بن تريم الكتبي وتوقيته الزمني 8 دقائق 4 ثواني، خمسة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس، بينما اللي احتل المركز الثالث كان متابعنا الكرام مبلش أحمد بن نصيب بن لويع العامري وتوقيته الزمني 8 دقائق 4 ثواني 5 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، أحيي بكم وأرحب بحضراتكم من جديد في انطلاقة جديدة في تواصل مميز من خلال هذه الأسماء التي تشارك في ميادين السباقات، ألا وهو ميدان الوثبة. شوطنا 15 ينطلق بحفظ من الله والتوفيق، ويحمل منافسة الإبكار من فئة المحليات من الانتاج والمنتجين الذين ينطلقون من اجل الفوز. وناموس الانتاج مميز دائما. اسير مباشرة الى مذيار، مذيار التي تختطف الانظار وتتقدم على الابكار في هذا المضمار، يقدمها سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري، بينما المركز الثاني شواهين لمسلم بن سهيل بن حمرور العامري، نقلتنا التالية إلى المركز الثالث. فمن أجد شواهين محمد بن حمد بن جذوة العامري، أنتقل إلى المركز الرابع الذيب لحمد بن محمد بن حمد الكتبي، يأتي مع المركز الرابع، أنتقل وأتحول إلى المركز الخامس إلى شخصية لسيفة بن مطوع بن شمال الظاهري، يأتي مع المركز الخامس، بينما المركز السادس هذه هقاوي لصالح بن حمد بن سعيد بن قصنه العامري. انتقل الى المركز السابع فاجد صعايب لعمير بن علي بن عمير الكتبي، وثامن المراكز هناك مطفية لعلي بن سالم بن علي الدرعي، وتاسعا مع انطلاقة المركز التاسع هذه هي العابرة لعلي بن محمد بن قناص العامري، وعاشر المراكز زعفران لناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة المتحركة الباحثة عن كلمة الناموس والفوز والانتصار. الجميع يطمع ويطمح وعاد العدة من أجل هذا الموسم ومن أجل هذا الميدان، عاصمة الميادين، حيث هذا الميدان الذي يحظى بناموس مغاير وانطلاقة دائما مميزة وناموس الوثبة غير. انتقل الى المركز الاول الى الذيبة، الذيبة الذيبة، وخلك ذيبة يا الذيبة، خلك ذيبة يا الذيبة. هنا تتقدم مع المركز الاول حمد بن محمد بن حمد الاكتبي، يتقدم ويتحرك ويسير ويسيطر على المنطقة المستهدفة من لدى الجميع، منطقة الانتصار، منطقة الفوز، موقع استراتيجي جميل مطل إلى كلمة الناموس، إلى المقصورة الرئيسية. بينما المركز الثاني صعايب، صعايب والناموس صعب يا صعايب، تتقدم يقدمه عمير بن علي بن عمير الاكتبي، يتحرك يتحرك بن عمير، يتقدم في هذا المستوى. بينما المركز الثالث
المركز الثالث بذيار سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري، بينما المركز الرابع شخصية المتحركة والباحثة لسيف بن مطوع بن شمال الظاهري، بينما المركز الخامس الوصول هنا من شواهين مسلم بن سهيل بن حمد بن حمرور العامري. يا سلام يا سلام، هذه الأسماء الأسماء قوية يا جماعة، والتحديات تتميز دائما. مطفية 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 هنا مع هذا الاندفاع الجميل، علي بن سالم بن علي الدرعي يتقدم هنا مع هذا الاندفاع الجميل، يتحرك ويتحرك هنا ابو سالم يتقدم مع الاندفاع هنا مع هذه الاندفاع المميزة، وصول وتحرك من زعفرانة قادمة ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. الله 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 الله، يا هذه المنافسة يا هذه المنافسة يا هذا التحدي، من وصل؟ وصل الطرفاشة شاهين بخلفان بن راشد المزروعي، ولكني بعود ولكني بعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى المعركة، إلى الصراع. هات يلي تطوي الميدان، طي ليتبدل على اليسار وعلى اليمين، يوم ما عندك سبوق تموت حي، لا ولا خبرك على الشاشة يبين. هنا مع صعايب، هنا مع صعايب صعبة لهذا الشوط، عمير بن علي بن عمير اكتبي، وتحركت الذيبة، تحركت الذيبة حمد بن محمد بن حمد الاكتبي. انتقل الى شخصية بالمركز الثالث سيف بن مطوع بن شمال الظاهري، المركز الرابع ورابع المراكز زعفران ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. لمن الفوز؟ لمن الانتصار؟ لمن صعايب يا صعايب، صعايب يا صعايب، الخمسمائة متر الأخيرة، المنطقة الحرجة، منطقة التوتر، منطقة التكتيك، منطقة الفوز وصعايب والذيبة، الذيبة لكن صعايب، لكن صعايب بالفعل. اسم على مسمى، اسم على مسمى، عمير بن علي بن عمير الاكتبي قدم لنا صعايب ليفوز في هذا الشوط. ناموس 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 على هذا الفوز يا مالك صعايب عمير بن علي بن عمير الاكتبي، تهانينا لك على هذا الفوز. المركز الثاني ذيبة حمد بن محمد بن حمد اكتبي، المركز الثالث كانت شخصية لسيف بن مطوع بن شمال الظاهري، المركز الرابع طرفاشة شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، المركز الخامس كانت حاضرة هي شخصية هنا ايضا صعايب اللي على المركز الاول. المركز الثاني كانت زعفران لناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي اللي حصلت على المركز الثاني. هنا كانت بالمركز الثاني هي الذيبة لحمد بن محمد بن حمد الكتبي، المركز الثالث زعفرانة لناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، المركز الرابع كانت طرفاشة شاهين بن خلفان بن راشد المزروع، المركز الخامس كانت شخصية لسيف بن مطوع بن شمال الظاهري. نعود بالتوقيت الزمني، هنا 7:59 وجزء واحدة من الثانية، اللي بالرقم واحد وفازت بالمركز الأول صعايب عمير بن علي بن عمير الاكتبي، المركز الثاني 8:02 وجزئين من الثانية كانت هي الذيبة حمد بن محمد بن حمد الاكتبي، بينما المركز الثالث كانت حاضرة بالمركز الثالث اللي أيضا 8:03